اليوم سوف أخيط فساتينا جميلة لي LOL Surprise Hair Goals. إنها أجمل LOL. حسنا دعونا نبدأ. سوف أبدأ بك يا جيمي لأنك أول واحدة حصلت عليها. جيمي تمتلك الشعر الأبيض وهنا ترتدي جوارب باللونين الأسود والبرتقالي. أولا أحضرت قماشة شفافة باللون الأسود عليها ستراس فضي. ثم محضر كأسا، أحضرت كأسا من الـ LOL Surprise. يجب أن يكون قطرها مناسب. بما أنها قماشة سوداء لا نستطيع أن نعلم عليها بقلم رصاص أو بقلم حبر. سوف أحضر هذه، إنها جلوس. أتركها لتجف قليلا ثم أقصها. ها قد أصبحت بشكل دائري. حسنا وهكذا أصبحت بهذا الشكل على شكل مثلث. ثم نقص هذه الزاوية، إنها زاوية العنق. هذه لليدين هكذا. ثم نحضر جيمي، ننزع الرأس بلطف هكذا. ثم أحضر بالونا صغير وأقص الجزء العلوي منه هكذا. أريد أن أثبت الفستان من الوسط. كذا. لقد اخترت لك حذاء أسود وعليه جلتر أبيض. هيا انظروا ما أجملها، ترتدي فستان جميل. نريد أن نضع بعض الإكسسوارات للشعر. هيا لنصنع لك إكسسوارا جميل. أولا نحضر مثل نوع القماشة لعمل إكسسوار جميل للشعر. نطويها هكذا ثم نقصص الجزء العلوي من هذا البالون كذا ونربطها من الوسط هكذا. ثم نثبتها على شعرك يا جيمي. انظر ما أجمل جيمي. جاء دورك. أحضرت قماشة بلمعة، انظروا ما أجملها. أصبحت بالشكل الدائري. هكذا. لكن أولاً سوف أعمل بطانة لهذا الفستان ليصبح أكثر جمالاً. نحضر قماشة شفافة شيفون لعمل بطانة للفستان. هيا لنقصصها لتلائم هذه. ها هي. مكان اليدين. نختار اللون الوردي. ها هي. انظروا ما أجملها، وها هو الحذاء. انظري، إنه وردي وبجلاتر. نريد أن نضع إضافات جميلة على الفستان. نحضر لاصقا شفاف، نضع القليل عليها
دعينا أيضا نضيف أشياء جميلة على فستانك. انظروا، لقد أصبح فستانها جميلا جدا، إنها كالأميرات. جاء دورك، لقد أحضرت لك قماشة باللون البنفسجي شيفون. ها هي، هيا نثنيها طبقتين. هكذا، انظروا ما أجمل هذا الفستان، إنه اللون المميز لدي. لنقصص الجزء العلوي، لنضع في الوسط، لنثبت الفستان. انظروا ما أجمله، إنه فستان جميل. لقد أحضرت لك حذاء بساق طويلة كلاتر. سوف نضيف على الفستان أشياء جميلة. سوف نضع لك بعضا من هذا. ثم نلصقها هنا، انظروا كيف أصبح. وأخيرا، إنها ترتدي الجوارب باللون الجراي الذي يناسبك فستان جراي. هيا نحضر قماشة جراي، وأيضا أحضرت قماشة شفافة. هكذا، هيا اللون جميل على الجراي. انظروا ما أجمله، إنه يليق بك كثيرا. هيا ارتدي هذا. لا أريد، أريد اللون الأصفر. أعتقد أنه يليق أكثر. حسنا، ها هو اللون الأصفر. أعتقد أنه هذا ملائم علي. انظروا كم هي جميلة. تبدين رائعة. وأيضا نستطيع أن نصنع فساتين للليل سيسترز. انظروا ما أجملهم. نستطيع أن نصنع فساتين للليل سيسترز. انظروا ما أجمل هذه الفساتين. نستطيع صنع فساتين جميلة لألعاب الـLOL بطريقة بسيطة وسهلة، كل واحدة أجمل من الثانية. لكني أحببت هذا الفستان، وأنتم ماذا أحببتم؟ أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة.